السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بالمشاكل اللي كتكون محيطة بالعين ديالنا، يعني وصفة خاصة بالكمادات اللي كتريح العين ديالنا وكتخلصها من بزاف ديال المشاكل. مثلا التجاعيد اللي كتكون في الجنب ديال العين، ومثلا الحمورية اللي كتكون دايرة بالعين، او حتى ديك اللون الداكن اللي يكون تحت العين ديالنا. خاصة الناس اللي عندهم هذا اللون الداكن السبب ديالو هو الارهاق. كاين بعض الناس اللي عندهم داك اللون الداكن وراثي، وخاصة حتى الانتفاخ اللي تيكون تحت العين. هاد الوصفة هادي المكونات اللي فيها، غادي نحتاجو فيها كيس ديال الشاي كيف ما كتشاهدو، كيس صغير ديال الشاي الاخضر، وغادي نحتاجو فيها مادة ديال الخبيزة اللي معروفة عندنا هنايا. الخبيزة كتصيبوها واحد النبات في هذا الموسم، خاصة في هذا الموسم هذا ممكن تستغلوا أنها كاينة. دائما الإنسان يستغل الفاكهة أو الخضرة اللي كتكون في الموسم ديالها بكثرة، لأن جميع المكونات الطبيعية كنستافدوا منها بالنسبة للجسم ديالنا. طريقة ديال التحضير ديال هذه الوصفة هذه، غادي ناخدو كيس ديال الشاي، وغادي ناخذ واحد الكميه قليله من نبات الخبيزه، غادي نديروهم في كاس ديال الماء يغلاو المده ديال 5 دقائق، ونزولوا احبائي الاعزاء هذاك الماء، الكاس تاع الماء من فوق البوطه، يعني من بعد ما نكونوا درناه في كسرونها نزولوهم فوق البوطه، ونخليه احبائي الاعزاء حتى تيبرد. وغادي ناخذ واحد القطعه ديال القطن تكون صحيه، قطعه صحيه من الضمادات تكون نقيه، ونفزقوها بهذاك الماء اللي طبخنا فيه، اللي طيبنا فيه الشاي الاخضر وطيبنا فيه النبته تاع الخبيزه. من بعد ما نكونوا صفيناه من هاد المكونين بجوج، وغادي يكون برد، وغادي نغمروا فيه هاد الفوطه الصحيه غنديروها فيه، ومن بعد احبائي الاعزاء نعصروها ونديروها كمادات على العين ديالنا المده ديال 10 دقائق. وخص احبائي الاعزاء تكونوا مرتاحين، يعني ديروها وانتم في استرخاء تام. هذه العمليه هذه كتخلصكم من جميع المشاكل اللي كتكون محيطه بالعين، وخاصه مشكل التجاعيد والانتفاخ والحمرار واللون الداكن. هاد العملية هادي كنديروها مرة في النهار، يعني حتى تتسالي وتكونوا مرتاحين ممكن ديروها. تتكرر هاد العملية 3 مرات في الأسبوع مع المداومة والاستمرار ديال هاد العملية. أحبائي الأعزاء غادي تلاحظوا بأن جميع العلامات اللي كتكون غير مرغوب فيها تحت العين غادي تخلصوا منها نهائيا مع الاستمرار ومع المداومة. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هذه الوصفة هذه، لأنها وصفة فعالة وطبيعية. مكونات ديال الشاي الأخضر مفيدة بزاف بالنسبة للبشرة ديال الوجه، وحتى هذه النبتة ديال الخبيزة حتى هي مفيدة بالنسبة للجسم ديالنا ككل. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم اللي ما فهمش حاجة في هذه الوصفة هذه ممكن يطرح السؤال ديالو في الكومنتير، غادي نجاوب عليه بإذن الله. وكنتمنى منكم أيضا أنكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.